إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة خالد الرميحي، أكد بأن الأشهر القادمة ستشهد ترجمة فعلية لكافة الخطوات لإنعاش الاقتصاد المحلي، خصوصا وأن كافة هذه المشاريع التي سيتم إطلاقها في المرحلة المقبلة تلعب دورا كبيرا في تحقيق جزء من أهداف خطة التعافي الاقتصادي والتي أطلقتها الحكومة الموقرة في أكتوبر الماضي. هذه هي المشاريع التي تطلقها ممتلكات ضمن خطة التعافي الاقتصادي، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة مساهمة استثمارها في الناتج المحلي الإجمالي. في الأشهر القادمة بتشوفون ترجمة إلى هذه الخطة، أولا من خلال ذراعنا الاستثماري العقاري إدامة. عندنا استثمار طبعا في سعادة، هناك توسعة لسعادة، هناك مشروع ضخم في بلاد الجزائر، يعني بيكون في فنادق وساحل عام بدأنا الآن، لكن بيكون في استثمار 300 مليون دينار على مدى 10 سنوات في بلاد الجزائر. قريبا بنفتح فندق الجميرة في جنوب البحرين، بينفتح في الربع الرابع من هالسنة سنة 2022، وهناك استثمارات أخرى حنعمل عليها. أيضا ممتلكات تريد تستثمر في قطاعات واعدة، قطاع الصحي، في قطاع الصناعة، فبيكون لنا دور بالشراكة مع شركات خارجية مثل أليستر للاستثمار في الأمن الغذائي، في يعني قطاعات ثانية بتساعد على التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي. احنا الحين بننتقل الى نمو اقتصادي ان شاء الله يتفوق 3-4% في السنة، واهم شيء انه يخلق الوظائف اللي ممكن يعني يوصل لها البحريني والبحرينية.